بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجموعة دروس في قواعد اللغة العربية حسب منهاج السنة الرابعة متوسط. طبعا يمكن الاستفادة لغير تلاميذ السنة الرابعة متوسط من المحبين للغة العربية. طبعا بالمناسبة هذا أول تسجيل لي وهذه أول تجربة، ولذلك فأرجو من إخواني أن يدعموا، وإن وجدوا خطأ فليعذروني في ذلك، فهي أول تجربة. هذه هي الدروس التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله في قادم الأيام درسا درسا. اليوم الجملة البسيطة. الجملة البسيطة أول الأمثلة، تلاحظ هذه الجملة الأولى: محمد تمام فنان فذ. نلاحظ أنها جملة اسمية، محمد مبتدأ وفنان خبر، عنصران أساسيان، محمد مبتدأ وفنان خبر. تمام وفذ كلمتان مفردتان لكن يمكن الاستغناء عنهم، إذن فالجمل فيها عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فذلك يخل بالجملة. وهناك عناصر يمكن الاستغناء عنها كالصفة مثلا وكالمضاف إليه وما إلى ذلك. إذن هذه جملة اسمية الأولى، جملة اسمية بسيطة. لماذا بسيطة؟ لأن كل ألفاظها الأربعة، عناصرها الأساسية وغير الأساسية، كلها جاءت كلمات مفردة. محمد كلمة مفردة، تمام كلمة مفردة، وفنان كلمة مفردة، وفذ كلمة مفردة. الجملة الفعلية: بارع محمد تمام في التصوير. طبعا يمكن الاستغناء عن تمام في التصوير، بارع محمد يمكن أن يبرع في أي شيء، إذن يمكن الاستغناء عن تمام والجار والمجرور. إذن هذه عناصر الأساسية، الاثنان الأولان والجار والمجرور، كلها كلمات مفردة، برع ومحمد وتمام وفي التصوير، كلها كلمات مفردة. الأمر نفسه بالنسبة للجملة الثالثة، الجملة الفعلية: تعلم تمام، طبعا فعل وفاعل، تعلم فعل ماضي وتمام فاعل. كل هذه الألفاظ، كل هذه العناصر التي تركب هذه الجملة، الكلمات هذه التي تركب الجملة كلها كلمات مفردة. طبعا الأمر يتضح أكثر إذا ما قارنا الجملة البسيطة، هذه الجمل الثلاثة البسيطة، بالجملة الرابعة المركبة. لاحظ أن هذه الجملة منسوخة، كان فعل ماضي ناقص، طبعا اسم كان مستتر، يمكن أن يكون التلميذ مثلا، كان التلميذ يجيد العزف على العود، أو كان زرياب يجيد العزف على العود، أو كان تمام يجيد العزف على العود، إذا اسمها مستتر، اسم كان مستتر. لكن الخبر، هل الخبر جاء عنصرا واحدا مثل هنا فنان كلمة مفردة؟ طبعا الجواب سيكون لا، يجيد العزف على العود هذه جملة فعلية. إذا الآن اتضح الأمر أعتقد، إذا فيجيد العزف العنصر الثاني الأساسي وهو الخبر لم يأتي على شكل كلمة مفردة كما في الجملة الأولى، بل جاء جملة فعلية. إذا جملة أولى وهي كان يجيد العزف على العود، وجملة أخرى داخل هذه الجملة الأولى وهي يجيد العزف على العود. إذا جملة مركبة من جملتين، الجملة الأولى كان يجيد العزف على العود، والجملة الثانية، الجملة الثانية يجيد العزف على العود. إذا هذه جملة مركبة لماذا؟ لأنها تحوي داخلها جملة أخرى، أو لأن عنصر من عناصرها لم يأتي بشكل كلمة مفردة بل أتى على شكل جملة إما فعلية أو اسمية. طبعا بالتمارين والتطبيقات سوف يتضح الأمر أكثر إن شاء الله. نذهب إلى الاستنتاج. الجملة البسيطة هي جملة فعلية أو اسمية، طبعا يأتي كل عنصر من عناصرها في لفظ واحد، عنصر أذكر فعل فاعل مفعول به مضاف مضاف إليه صفة نعت حال، ممكن يكون عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه وإلا فسدت الجملة، أو عنصر غير أساس يمكن الاستغناء عنه. فكل عنصر من عناصرها يأتي لفظة كلمة مفردة واحدة، وليس كما رأينا في المثال الرابع
العنصر الثاني وهو الخبر جاء جملة فعلية. وإلى هذا التطبيق، هات جملا فعلية واسمية بسيطة، والإعراب الجملة: المجتهدون يراجعون دروسهم. ومع الحل بالنسبة للتمرين، بالنسبة للتمرين الأول، الجمل البسيطة، اخترت هذه الجمل: ألف راجعت الدرس، أو راجعت الدرس. إذا تلاحظون هذه الجملة فعلية كل عناصرها كلمات مفردة وليست جملا. راجعت، طبعا هنا الفاعل التاء المتحركة أو المتكلم، الفاعل جاء ضمير ولم يأتي مثلا جملة. أيضا المفعول به جاء كلمة مفردة ولم يأتي جملة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد مبتدأ كلمة مفردة، رسول خبر كلمة مفردة، ولفظ الجلالة طبعا مضاف إلى مضاف إليه أقصد. الجملة الثالثة: أنت لطيف، أنت مبتدأ ولطيف خبر. إذا العنصر الأول الأساسي جاء كلمة مفردة، والعنصر الثاني جاء كلمة مفردة أيضا، إذا فهي جملة بسيطة. بالنسبة للإعراب، تلاحظون هذه الجملة أولا: المجتهدون، العنصر الأول هو المبتدأ، كلمة مفردة، مجتهدون مجتهدون. لكن العنصر الثاني لم يأتي في شكل لفظ مفرد، المجتهدون ناجحون مثلا، لا، العنصر الثاني جاء على شكل جملة فعلية: يراجعون الدرس. إذا العنصر الثاني ليس بسيطا، العنصر الأول بسيط نعم، لكن العنصر الثاني جملة وليس كلمة مفردة، وبالتالي فهذه الحكم عليها أنها جملة مركبة، أي جملة أولى المجتهدون يراجعون دروسهم، وجملة ثانية في قلبها وهي يراجعون دروسهم. أعتقد أنه اتضح الأمر الآن. بالنسبة للإعراب التفصيلي: المجتهدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، الواو لأنه جمع مذكر سالم. يراجعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة طبعا، وللتذكير فالأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذن والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نقصد الواو واو المجتهدون. دروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه مجرور طبعا، والميم ميم الجماعة، دروسهم الميم ميم الجماعة. ومع تمارين أخرى: هل الجمل التالية بسيطة أم مركبة ولماذا؟ طبعا يمكن إيقاف التسجيل ويعني مراجعة الأمر مرة واثنتين وهكذا. أنجز التلميذ النجيب واجباته عند عودته، طبعا ربما هذه طويلة نسبيا لكن هذا لا يعني أنها مركبة أو لا. أنت تكرم الضيف، هذا لا يعني أيضا أنها بسيطة. السماء صافية، يحتفل العمال أول ماي من كل سنة. أنجز التلميذ النجيب واجباته عند عودته، كما تلاحظون فهي جملة بسيطة والجواب أيضا بسيط، لأن كل هذه العناصر التي ركبت الجملة هي ألفاظ وليست جمل، فهذه هذا لفظ وهذا لفظ وهذا لفظ، أقصد أنجز لفظ، التلميذ لفظ، نجيب لفظ، واجباته لفظ، عند عودته لفظ، كلها جملا بسيطة. يحتفل العمال أول ماي من كل سنة، طبعا تلاحظ هذه العناصر المركبة أيضا كلها ألفاظ أو ألفاظ مفردة وليست جملا بسيطة، عفوا كلها ألفاظ وليست جملا. إذن فهذه رغم أنها جملة طويلة نسبيا لكنها جملة بسيطة. هذه السماء صافية، السماء مبتدأ وصافية خبر، هي جملة بسيطة لأن السماء لفظة وبصافية لفظة. أنت تكرم الضيف، هذه جملة مركبة، سبب واضح، لأن المبتدأ أو العنصر الأساسي الأول كلمة ضمير،
تكرم الضيف، العنصر الثاني جاء على شكل جملة. إذن فالعنصر الثاني جملة وليس كلمة، فبالتالي في هذه جملة ربما قصيرة لكن جملة مركبة. الجملة الأولى أنت تكرم الضيف كلها، الجملة الثانية تكرم الضيف. إذن العنصر الأول كلمة مفردة، العنصر الثاني جملة، وبالتالي فهي جملة مركبة. أنت تكرم الضيف، نقول تكرم الضيف جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ أنت، وبالتالي فهي هذه الجملة كلها جملة مركبة. إذن إلى هنا ينتهي هذا التسجيل. طبعا إذا كان هناك تقصير كما أشرت في البداية فأنا أعتذر من إخواني، وأرجو منهم أن يدعمونا، ولا بأس ببعض التعليقات. كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد مرابطة، إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجو لكم كل الهناء والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.